Realmente eu assinei 3 anos aqui com o Hilal e... عقدي لمدة 3 سنوات مع الهلال وبالتأكيد أنا ملتزم بالعقد وهناك عروض من فترة لأخرى ولكن لم أفكر بترك الفريق وأنا سعيد مع الهلال بحياتي في السعودية وأنا أسعى للتطوير من مهاراتي وذلك لتقديم الأفضل مع الفريق ولم أفكر في لحظة في ترك الهلال. يحلمون يحلمون اللي فيك يفكرون ياخذونك انت مني والله لو يتجننون.